لن يكون هذا الحدث الرياضي السوري بالعادي، سيكون هذا الدوري لكرة القدم الأول من نوعه على الصعيد السوري في تركيا وبحضور رسمي سياسي كبير. 24 فريق سوري أطلقته منظمة منبر الشام وبرعاية تركية كبيرة وإشراك لاعبين أتراك آخرين ستتنافس على لقب الدوري في مدينة غازي عنتاب التركية. أول نشاط إنه هو هذا النشاط اللي هو بيضم 24 فريق، معظم من المواطنين السوريين المتواجدين في مدينة غازي عنتاب وضواحيها. الأمر لا يخلى في بعض اللاعبين الأتراك الموجودين كمان مع الفرق السورية. تم التحضير لهذا الدوري منذ حوالي شهر ونص، وتم رعاية هذا المشروع من قبل عدة جهات راعية تركية. Şimdi bizim burada misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin إن الشعب السوري عانى الكثير من الآلام، ونحاول إرجاع البسمة على وجوههم من خلال هذه الرياضة. تقول الحكومة التركية من الممكن أن تساهم الرياضة بالتخفيف عن آلام السوريين، ويضيف المسؤولون أن السوريين باتوا اليوم جزءا من الثقافة التركية اليومية، فلا عجب لهذا التواجد الرسمي الكبير والجمهور التركي الغفير. أخوتنا السوريون هم على الأغلب من هذا التراب ومن جغرافية واحدة، ويعلمون مدى أهمية تراب غازي عنتاب وتركيا. شباب سوري في مقتبل العمر يحاولون إيصال رسالة مفادها إننا ما زلنا على قيد الحياة رغم الموت اليومي، يوم استثنائي في عمر الرياضة السورية يقول القائمون. رغم الأزمة والمعاناة التي يعانيها شعبنا هناك، يعني في حالة ننسي الشعب السوري ماذا يحصل هناك، شيء من النسيان. نحن لا ننسى ماذا يحصل هناك من جرم، من قتل، من كل هذه الأمور، لكن في نفس الوقت نعيش جو الرياضة. الرياضة هي تصنع كل شيء. إذن تكمن أهمية هذا الكرنفال السوري والأول من نوعه في إشراك رياضيين أتراك وبإشراف تركي وحضور رسمي تركي كبير. يريد الأتراك إيصال رسالة مفادها أن السوريين اليوم أصبحوا جزءا من الثقافة التركية. أسامة حميد لأورينت نيوز، غازي عنتاب، تركيا.